السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله، طلبا وليس أمرا. كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاجوا هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي، طليق المغنية يكشف المستور ويفضح الحمزاوي، والقضية فيها رشاوي كبيرة. إخواني أخواتي، بعد ما أكد في رسالة تهديدية لطليقته بنشر معلومات على المبلغ اللي دفعته إلى مسؤولين كبار من أجل إدخال السيد تحفة إلى السجن، وهذه كلها خطط باش ينتقموا من هاد السيد اللي دائما كيدافع على الحق ودائما كيدافع على المظلومين والمكلومين، وتورطوا بأي وسيلة بسبب الخارجات ديالو اللي كان دائما واقف مع الحق، دائما واقف مع قضية الأستاذ المديمي اللي خرج مؤخرا بعد إطلاق السراح ديالو. كنشوفوا هاد السيد محمد، هاد السيد تحفة اللي كان واقف مع اي مظلوم ومكلوم، عكس العصابة الحمزاوية اخواني اخواتي اللي كتحاول تدخل اي واحد يتكلم عليها، على هاد المغنية ولو بكلمة كتدخلوا للسجن وكتهنى. وهنا هذا هو بيت المقصد ديال هاد العصابة اخواني اخواتي. فالعصابة اللي كانوا كيظنوا ان السيد تحفة وغيتشد مباشرة بعد دخوله للمغرب، يعني من بعد ما مشى عند السيد محمد المديني المناضل الشريف يعني وجا زارو، كانوا كيظنوا انه غيتشد في الحبس، ولكن خاب الظن ديالهم. يعني بصراحة هاد السيد اللي هو مرضي الوالدين، هاد السيد دائما كيتكلم على الحق دائما بالبراهين والحجج، راه ماشي غير كيجي ويتكلم على هاد العصابة يعني غير هكاك، راه عارف عليهم شنو كاين، عارف بالتدقيق، وكتوصلو كل حاجة. يعني واخا هو ساكن من الولايات المتحدة الأمريكية، راه كتجي يعني داكشي بالصوت والصورة وبالأدلة وكل شيء. فهو ماشي غير جا وتكلم، والسيد غير حماق، العقل ديالو غيخرج بسبب هاد التهديدات اللي كيقوموا بهاد العصابة الحمزاوية، خصوصا المغنية اللي أكد إخواني أخواتي أنها غتدخل للسجن، وأكدت هاد الخبر أكدوا ما مرة، والأكيد أن الأجل قريب إن شاء الله. وهذوك الضحايا اللي مشاو ضحية الحساب حمزة مون بيبي إن شاء الله غيتنصفوا وغتقول العدالة الكلمة ديالها. ولكن أمام هادشي كامل إخواني أخواتي، اللي بغيت نأكد لكم واحد النقطة مهمة وغتوقفوا على الكلام ديالي، هو أن هاد المغنية اللي كتستعد باش تخرج يعني خارج أرض الوطن وتعيش، يعني هاد الخبر وغتوقفوا على كلامي وغنأكدها لكم إخواني أخواتي، بسبب هاد العملية التجميل العديدة اللي كتقوم بها تغير الملامح، كتغير خلق الله سبحانه وتعالى اللي عطاها، اكيد انها غتستعد واحد النهار وغتخرج من ارض الوطن اللي هو بلادنا المغرب الحبيب، وهادشي كامل خوفا من دخولها الى السجن الودايه كما دخلت الاخت ديالها وكملت العقوبه ديالها، وكذلك المتهمين الاخرين اللي دخلوا للسجن وكملوا العقوبه ديالهم، ولكن هي حالفه بالحلوف انها ما غتدخلش للسجن ضدا فهذوك الناس اللي كيقولوا لها لابد من العقاب ديالك، لابد من اخذ العقاب ديالك وتطبق فيك القانون، ولكن هي كتحدى هذا القانون. وهناك كتبين لي ان هناك مسؤولين كبار واقفين بجنبها، ولكن في انتظار محكمه النقد والابرام ولا غيعطي الكلمه ديالو الاخيره، هنا فين غنلقاوها داخل السجن الودايا كيفما دخلوا جميع المتهمين في هذيك القضيه ديال حساب حمزه مون بيبي، وهذا الشيء اللي خايفه منه هاد المغنيه. فبعد التهديدات الحمزه والطريق ديالها اخواني اخواتي، الطريق ديال الترك بفيديوهات فاضحه الاخيره، كذلك هاد الطريق ديالها
حتى هو كيستعد اخواني اخواتي حتى هو يهددها بواحد الفيديوهات وغيفضح المستور عبر مجموعه من التسجيلات فاضحه كتخص تعليقته بنشر الصور مع السكيريا داخل الكازينو. راه حتى هو ضارب يعني داير يعني الاحتياطات الكامله لانه عارف ان هذه المغنيه غتهدو بالفيديوهات. كذلك هو تاورا مجد لهذا الطرح يعني كيف ما هي مجدات هي تاورا مجد. وهنا فين كيبان لنا اخوان اخواتي هذا الزواج كل ما هو مبني على الباطل فهو باطل. فصراحه اخواني اخواتي كنشوفوا هذا الزواج الكبريات هو هذاك اليوم كنبغي يكون متعليك وغدا كنسبك ونفشي الاسرار ديالك. وهذا الشيء هو النتيجه ديال هذا الزواج اللي فيه الطمع منذ بدايه المسار ديال هذه المغنيه بعد ما خرجت في البرنامج عرب ايدل. وكذلك الطمع ديال هذا الطريق ديالها اللي كان في البدايه كذلك الطمع في هذه السيده باش يجلب اموال طائله من الحفلات الاعراس. كما كتعرفوا الاعراس يعني في دول الخليج وما يكسبون من الاموال طائله وبسبب يعني ديك الفيلا داخل مدينه مراكش. هذا الشيء كله فكل ما هو مبني على الباطل فهو باطل اخواني اخواتي. فاليوم اخواني اخواتي كنشوفوا الناس الضحايا ديال الحساب حمزه مون بيبي اللي هما ضحايا فعلا من طرف هاد السيده هاد المغنيه اللي مازال كتمادى ومازال كتخرج عينيها وكتبرق راسها ويعني هادشي كله باش تبين واحد الصوره اخرى ديالها على اساس انها بريئه وانها انسانه يعني طيبه. وهادشي كله لا اساس له من الصحه. فكل الخرجات ديالها اللي كانت كتخرج عبر المنابر الاعلاميه وكتغوت وكتحلف وسبات مغاربه وهدات اي واحد تكلم عليها بالسوء. ولكن الادله يعني والفيديوهات اللي مازال عندها تاثرك هذا التعليق ديالها اللي غيفشي جميع الاسرار واللي هي فعلا اخوان اخواتي عند الصديق ديال هذا التعليق ديالها اللي كيتواجد بهولندا بدوله هولندا اكيد اللي غيعطي غير الضوء الاخضر واللي غينشر داكشي كامل. ولكن هو كيتسنى تكون هي اللي تبدا وهي اللي تبدا بديك النشر ديال الفيديوهات. والاكيد ان ترك حتى هو غيفضحها بديك الفيديوهات اللي مازال عنده واللي غيتقول يعني اللي غيكون الشاهد في هذه القضيه ديال الرشاوي اللي عطاتها للمسؤول الكبار باش دخل الاستاذ التحفه يعني للسجن. فاحنا دائما كنشوف هذه العائله البطماويه دائما يعني عندها فضائح دائما شوها دائما يعني حتى من بعد ما تم الخطوبه ديال الاخت ديال ايمان اليوم كنتفاجئوا يعني بديك الفسخ ديال هذه الخطوبه. والسبب اخواني اخواتي والخبر اللي توصلنا به اللي كيقول ان السبب الرئيسي هو انه يعني الخطيب ديال هذه الاخت المغنيه يعني لقى عندها رسائل يعني وفيديوهات مع واحد الشخص اخر وهذا هو السبب الرئيسي اخواني اخواتي لفسخ هذه الخطوبه. اكيد كنتمنى من الله عز وجل هذا الشيء يعني في هذه العائله البطماوي اللي دائما كتفاجئنا باشياء ربما كان من المفروض انها يعني تعيش حياتها كعائله محافظه كعائله محترمه ما تكونش مليئه بهذا. ولكن هذه المغنيه هي السبب الرئيسي في هذا الشيء كامل اللي كيوقع اليوم.